شكون فينا اللي فوتي؟ شكون فينا اللي قاتي في الكرة؟ سميتي يوسف، ملقب جوزيف الصغير، شاب ولد الشعب من الصغر وكيحلم باش نولي مغني ان شاء الله، ومازال خدام على راسي باش نوصل لداك الشيء اللي بغيت ان شاء الله. اختاريت هذا الراي لاني كنحس بيه ومن الصغر وانا كنحلم نغني واللي كيعجبني الفن من الصغر، وانا كنحلم ندخل لهذا الميدان هذا من الصغر. اكتشفت راسي مكتشف فيه شي واحد، هذا المجال كينشاب بيه والقدوة ديالك كاين بزاف بحال ميلان وعلا، كاين ديسك ديال حنا خير منهم هما، ديسك اللي اصلا ديسكو كاملين كيعجبوني شباب. انا خدمت اول ديسك لحتو كنا كتبناه انا واحد الدري كيغني الراب، دونا فيه على الموضوع ديال الهجره، وخدمت جوج ديسك ديال كوفرات خدمتهم ديال مغنيين اخرين، ومازال مو رمضان موجود ان شاء الله ديسكات كتبتهم انا ملحنتهم انا، وان شاء الله يعجب البيبليك. لا بالعكس كيعطوني قوه، انت قاداش كنشوف انت قاداش كيعطوني قوه. ما عمرو غادي ضروري تلقى انت قاداش في الاول باش توصل. بنادم من الخطا كيتعلم، كتغني من الداخل، كتغني شي حاجه كتحس بها، مواضيع كنعيشها وكيعيشها كاع ولاد الشعب. غنوجد واحد ديسك ان شاء الله داو فيه على الدوله وهادشي اللي ضر بنادم بزاف هاد الايامات، ان شاء الله يعجب بيبلي صحابي وخوتي كاع العشرة اللي دايرة بيا كيشجعوني، هما اللي كيعطوني قوة حاليا باش نزيد نخدم على راسي كثر ونوصل داك الشيء اللي بغيت. ولد الشعب باش يحس بولاد الشعب، باش تكون الموسيقى يحس بها حتى ولد الشعب اللي غادي يخدم. لا مازال مشاركش ولكن خدام على راسي ان شاء الله، وكنتمنى نشارك. واخا انا في جديدة مدارينش لينا فين يكون مغني يعطي الكلمة ديالو ويعطي الصوت ديالو، ولكن الحمد لله نتمنى ان شاء الله ديروا لينا شي حاجه نوصلوا. كاين استوديوات، اول حاجه فين نخدم لك استوديوات بروفيسيونيل اللي غادي يخدم فيهم بنادم كيضرب تمارك شي يضرب طريق باش يسجل ديسك. كاينين المواهب هنا في جديده، ولكن ما واخدينش فرصه باش يعطيو داك الشيء اللي عندهم. كنتمناو ديروا لينا شي حوايج ثقافيه اللي غادي نعطيو بها داك الشيء اللي عندهم. الرساله ديالهم هو يعاونوا ولاد الشعب اللي عنده، كاين بزاف كاملين ولاد الشعب عندهم مواهب ولكن ما باينينش. انا من الصغر وانا كنغني، كنت في الدار كنغني على راسي، كيسمعني حتى واحد، بقيت بشويه بشويه ولاو كيسمعوني ولاد دربنا شويه، وصلت للمدينه الحمد لله كيعرفني دابا بنادم الحمد لله. خويا بغيت على ولاد المدينه يسيبورتي ولاد مدينتهم، علاش ما كاينش شي واحد هاز بالمدينه ماشي في الراي في الراب في اي حاجه كيهزوش بولاد مدينتهم. كتلقى براني كيسيبورتيك ولد مدينتك ما كيعاونكش، قليل كاينين شي واحدين وكينقوا ليه. نتمنى من كاع ولاد جديده يسيبورتي ولاد مدينتهم، وراه غادي يوصلوا ان شاء الله. ما عرفتش علاش هاد المدينه كيعطيو قيمه للتفاهات، الفن ما عطينوش قيمه. كاينين دراري واصلين على شي واحد اللي دابا كتسمع سميتهم كاينه، ولكن ولاد مدينتنا ما كيعاونوناش. لا انا ما نخدم، انا مستعد نخدم ودابا خدام على راسي باش نعطي شي حاجه ان شاء الله زوينه وتعجب بيبليك. باغا نهز بهاد المدينه ان شاء الله شويه. بالنسبه للاستوديوات قلتها لك، وي ما كاينش فين تسجل الاستوديو مستوى اللي غادي يعاونك باش تعطي شي حاجه زوين، ما كاينينش في جديد. شكون فينا اللي فوتي؟ شكون فينا اللي قاتي في الكرة؟اشتركوا الآن في قناة أشواق تي في.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.